يا مرحب في شغل عالي، البرنامج المصري جدا اللي بيكلمنا عن تلت حياتنا الشغل وكل تفاصيله بطريقه تشبهنا. في كل حلقه هنقابل واحد من كبارات الشغلانه، هنركز على وظيفه بعينها ونكشف اشهر 10 كدبات واشهر 10 تحديات بتحصل احيانا للي بيشتغل في الوظيفه دي. ولانه دايما عينينا على المستقبل فهنروح ونشوف مستقبل الشغلانه. مهما كنت شايف إن شغلتك صعبة، فأكيد أنت مش بتواجه نفس الصعوبات اللي بيواجهها المحامي. الناس كلها بتيجي تقولك الحقني يا متر، خرجني يا متر، أنا مصدوم يا أستاذ، ابني هيروح مني، بنتي مش وش بهدلة. والمفروض إنك مطالب تسمع للكل وتراضي الكل وتحاول تجيب البراءة برضو للكل. والسؤال هنا، هل أنت ساحر؟ والإجابة يا ريت، ده أنا محامي. لو حاسس في كلامي شوية مبالغة، فأنت أكيد ما تعرفش قصة إيميل راتلبانك، الراجل اللي صحي من النوم راح للمحامي بتاعه وقال له أنا ماليش دعوة، شوف لك صرفة وصغرني في الأوراق الرسمية 20 سنة. تفتكر إيه اللي جه في بال المحامي وقتها؟ هل يقول للعميل بتاعه معرفش؟ مشكلتك دي ملهاش حل مثلاً؟ لكن ده مش في قاموس المحامي. بعد اجتماع مغلق مع فنجان قهوة وشوية فضفضة، فهم المحامي إن الراجل مش قادر يكون صداقات مع الجنس اللطيف لأنه راجل كبير، ومفيش حل غير إنه يغير تاريخ ميلاده من 11 مارس 1949 ل 11 مارس 1969. الأغرب إن المحامي تضامن مع الموكل بتاعه زي ما يكون ابنه، وخد الروب وراح المحكمة ورفع الدعوة فعلا. مش بس كده، ده أخده للإعلام علشان يحاول يقنع الناس إن الراجل بيشعر بالتمييز بسبب السن. إيميل عجبته خطة المحامي وبقى يخرج يعيط للإعلام ويقول لهم إنه مش قادر يحقق أي نجاح في التعرف على البنات. وعلى قد ما الكلام كان غريب ومجنون، على قد برضه ما كان المحامي في ظهر العميل. كتير مننا بيحمل مسؤولية مشاكل كتير في حياته على أهله أو ظروف نشأته أحياناً. ساعات كلنا نقول كده، لو كانوا أهلي بس عملوا كذا، لو كانوا علموني في المدرسة الفلانية، لو كانوا أي حاجة، أي سيناريو تعبني وأنا كبير بفتكر ساعات إنه لو كان بس حصل وأنا صغير كنت ارتحت. دي طبيعي وبصراحة هي حقيقة. التربية في سن صغير بتوفر على الشخص وعلى المجتمع كله مصاعب كتير جداً في مشوار الشخص بعد كده. يعني تقدر تقول ان التربيه كده حاجه ممكن تمهد لك الطريق، تسهله وتاثره. يعني لو اهلك علموك قوي 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 الالتزام، هتطلع شخص ملتزم وتاثر على نفسك مشاكل رهيبه بتحصل لك بسبب عدم الالتزام مثلا. لو اهلك علموك انك تعتمد على نفسك، فهتوفر على نفسك مشوار طويل من انك تفضل تتعلم من الاول. لكن خلوا بالكم بس معايا من ما بعد كلمه لكن. أول ما الواحد فينا بيعدي سن 21 سنة، التلكيكة دي تبقى أوت. يعني إحنا ممكن نتلكك بأهالينا لحد ما نبقى 18 19، نعدي ال 21 اللي بيسموه يعني في القانون سن الرشد. فأنت يا صديقي مسؤول تماما عن كل حاجة بتعملها وكل حاجة بتحصل لك. فعش أقول أصلهم ما قالوليش وأصلهم ما علمونيش. كل اختياراتك وقراراتك ده بحسب القانون، وبصراحة حتى علم النفس يقعد يقول كده، إنه لو عندك مشاكل في التربية مثلاً، أنا أسفة يعني مش إن إحنا ما تربيناش كويس لا سمح الله، لكن لو عندنا مشاكل مثلاً إنه كانوا زمان بيتريقوا عليا وأنا صغير، عارفين الحاجات دي؟ كلنا كانوا بيتريقوا علينا ولا إيه؟ فالنوع ده من الحاجات بتفضل سايبة علامات، فعلم النفس كده بيقول ينفع أنا من سن 21 سنة أبتدي حاجة اسمها رحلة التعافي، أخفف نفسي بنفسي عشان خلاص بقى مش هنقعد واقفين عندها كتير. سيب الحتة دي بقى، تعالوا أحكي لكم على إنه بيفضل جوانا طول الوقت الاحتياج بتاع إن أنا برضو عايز حد كبير، محتاج حد كده أتسند عليه، أسأله، أرجع له، أحس إن أنا ماشي صح ولا ماشي غلط. وإحنا مجتمعنا من زمان جداً بيثمن فكرة القدوة، المثل الأعلى. بالمناسبة صح، ممكن تقولولي أي حد يقولي مين مثله الأعلى؟ مين مثله الأعلى؟
بيج رامي؟ استوى لا في عضلات تمام. قولي لي مامتك دي حاجه حلوه قوي. فان ديزل. اشمعنى؟ عربيات. عربيات مش تمثيل. طيب اوكي. والدك دي حلوه قوي. عمرو دياب. اه صوتك حلو صح؟ اوكي. كريستيانو رونالدو. حلو قوي. فكل واحد فينا ليه مثل اعلى، وبالمناسبه فكره المثل الاعلى لطيفه وحلوه وما فيهاش اي مشاكل اننا يبقى عندنا مثل اعلى، بس اللي انا بكلمكم عنه النهارده حاجه ثانيه اسمها الكبير. الكبير غير المثل الاعلى، المثل الاعلى ده واحد بعيد كده معرفوش، يمكن عمري ما هقابله في حياتي، لكن بحبه ومشواره عاجبني بيلهمني في حاجه معينه. اللي بيحب فان ديزل ممكن ما يبقاش عايز يعمل زي فان ديزل في الدراسه، ومش عايز يعمل زيه في حاجات تانية صح؟ يعني ممكن أحبه في الحتة دي. فالمثل الأعلى حلو وحاجة لطيفة، ومجتمعنا طول الوقت يقعد يعلمنا ويغلي عندنا الحتة دي. بس خليني كمان أسألك وأقولك مين كبيرك؟ مين اللي لما بتغلط بترجع له تقول له أنا غلطت فأعمل إيه؟ ودايما يقولوا كده الكبير عشان تعرف تميزه كده، في عيلة بنتولد فيها وفي عيلة بنختارها، ففي إحنا لما بنكبر كده ونبقى لنا فاهمين موضوع أنا ليا كبير، يعني فأقول أنا في الشغل كبيري فلان، فانا لما احس ان انا محتار ومش عارف اعمل ايه فبروح اسال فلان، لازم يبقى حد اعرف اوصل له. فاهمين قصدي؟ فاهمين الفرق؟ واحد من طرق لحل الازمات، وحتى في الكتب بيقولوا كده، احنا ساعات لما بيحصل لنا مشكله بنقعد نعيد اختراع العجله، لكن بيقولوا ببساطه كده انه 80% من حل المشكله بسيط قوي، في حد قبلك وقع في نفس المشكله روح اساله، ولو انت ما بتعرفش يبقى في دايره الناس اللي حواليك ناس تروح تسالهم، فانت هتفضل تتعب زياده وتعطل نفسك لانك بس مالكش كبير. واللي مالوش كبير في ثقافتنا دي كلمه مش حلوه صح؟ لما حد نقول له ده مالوش كبير دي حاجه سلبيه جدا. فعشان كده الفتره الاخيره احنا بعض الاغاني والمسلسلات سربت لينا مفاهيم خلتنا نبطل نصدق في موضوع كبير المعلم. يعني مش زمان كانوا في المسلسلات يورونا المعلم ده شخصيه طول الوقت حلوه وراجل لذيذ وبنحبه وبيرجعوا له وبيسالوه، معلم الشغلانه، معلم في الحته دي. بالمناسبه المعلم او المعلم الاثنين تقريبا نفس المعنى، دي بالبلدي كده، والمعلم يعني بيعلمني برضه. ليه بقى الاغاني بوظت لنا الفكره دي؟ لانه فضلوا يقولوا لنا ايه؟ مفيش صاحب يتصاحب، وعمي دراعي، لا مش عمي دراعي، صاحبي دراعي، صاحبي قرشي، عمي قرشي وصاحبي دراعي، ده اللي سمعناه طول عمرنا. فحسينا ان مفيش حد ينفع تسند عليه وتسابنا كده لوحدنا. المهم المعلم بفتح الميم او المعلم بضم الميم، الاثنين فكره حلوه قوي، فكره ايجابيه وقوتها في ان ليها سند علمي حقيقي. المنتور او القائد هو ده المعلم بتاعنا بالمصر، بره كده الاجانب بيسموه المنتور. ليك منتور تبقى راجل جامد، يعني ليك حد كبير بترجع له. وعشان بس اكد لك على المعلومه دي هقول لك على واقعتين لو مالكش مرشد او معلم او شخص كبير ترجع له هيحصل لك ايه. في قصه شهيره انه في مره من المرات، عارفين طبعا مارادونا صح؟ الفيفا شك في مارادونا بسبب مره كده كان بيحتفل احتفال جنوني، يعني جاب جون فاحتفل بطريقه بزياده قوي. فالفيفا شكت انه هو مش طبيعي وابتدوا يعملوا له تحاليل واكتشفوا انه بياخد منشطات، بس عشان رد فعله الاحتفالي كان زياده عن اللزوم. بعد الواقعه دي كل الناس اتكلمت انه مارادونا ما كانش ليه حد ابدا يرجع له يقول له يعمل ايه. اللعيبه الكبار بيبقى ليهم قاده يقولوا لهم حتى لما تجيب جون وتفرح تفرح ازاي وازاي تبقى في وسط السياق المظبوط. في واقعه تانية شهيره جدا حصلت لرونالدينيو، واحد من النجوم العالميين في كره القدم، ولانه طبعا النجوم بيبقوا متعاقدين على عقود اعلانات، فكان لي عقد اعلانات مع واحده من شركات المياه الغازيه بحوالي 3.25 مليون دولار. غلط غلطه واحده ما سالش، وطلع في مؤتمر صحفي وكان قدامه إزازة لواحدة من المنتجات المنافسة للشركة اللي هو متعاقد معاها، بس كده غلطة كلفته 3.25 مليون دولار، وشبهها كتير قوي. إحنا كل يوم بنسمع عن مطرب بنحبه بس بيقول تصريح مش صح أو حاجة مش محسوبة، شخص موهوب جداً يضيع كارير بتاعه أو مسار حياته كله بسبب إنه ما سمعش نصيحة. سوق العمل بقى كل يوم بيتغير، كل يوم في حاجة جديدة، وحضرتك وحضرتك وكلنا أكيد في ناس سبقونا وفي ناس أشطر مننا.
المعلم الكبير بيعمل شوية حاجات. أولا بيقصر لك السكة وبيوفر لك وقت وبيحميك من مشاكل، وأحيانا بيساعدك لما بتحصل المشاكل. في واحد من الحوارات اللي برضو كانت ملهمة وبتكلم عن أهمية أنه يبقى لي كبير أو قائد، كريستيانو رونالدو في حوار لي المذيع كان بيسأله بيقوله مش خايف على ابنك من أنك عايش حياة مرفهة جدا فابنك ممكن يفسد يعني من الحياة المرفهة دي؟ قال لهم مش خايف على ابني لأن ابني متعلم تعليم كويس. واللي ملوش كبير علمونا زمان يعمل إيه؟ نشتري له كبير. واللي ملوش كبير في خطر حقيقي كبير. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عادي. المحاماة فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، وهي في الغالب أكثر المهن إثارة وتنقل وتغيير. الأستاذ أشرف عبد العزيز أحد هؤلاء الذين تعرف أنهم حاضرين بقوة أينما حلت قضايا المشاهير، فيضيف بحضوره على مهنته المثيرة للجدل جدل آخر يخص أصحاب القضايا. هو قصة نجاح وصعود متميزة وخاصة جداً. الأستاذ أشرف عبد العزيز، أولاً بشكرك أنك استضفتنا في مكتبك الجميل ده. أهلاً بحضرتك، مبسوطين بالفيو قوي. أنا تشرفت بيك وتشرفت بحضرتك. شكراً أستاذ أشرف. تسلمي. لما نتكلم عن المحاماة لازم كده نيجي عند ناس من الكبار اللي سبقوا واللي بقالهم سنوات طويلة في المهنة ونغش منهم شوية حاجات. طبعاً. فاحنا النهاردة عايزين نغش منك حاجات كتير، بس اسمح لي الأول عايزة أعرف تكوين المحامي الشاطر اللامع. حضرتك واحد من الناس اللي يصنف، وانت بتزعل اللي بقولك كده، لكن تصنف محامي لامع في مجاله، كبير في شغلته، ودي حاجة حصلت على مدار سنين مش كده؟ بص حضرتك، يعني احنا محامي من ضمن محامين مصر، ده تواضع جميل. لا مش تواضع، دي حقيقة، لان في اساتذة كبار موجودين. ينفع اقول من الشاطرين والمشاغبين؟ يعني ممكن نقول مشاغبين، صح؟ طيب عايزه ابتدي بس المشوار من اوله، لانه كتير قوي من الشباب اللي في بدايه السكه بيبقوا حلمهم القعده دي، المكتب الحلو ده، التحقق ده، الاخبار، الصحافه، ده حلم طبعا. وصلت له بالسهل؟ لا طبعا. احكي لنا بقى ايه بالنسبه لحضرتك المحطات اللي كانت اصعب واكثر قسوه يعني عليك في بدايه تفتكر مثلا مره قلت انا ليه بعمل في نفسي ده كله؟ المحامين دايما بتبدا بدايه قاسيه. اه ليه الشغلانه دي بالذات بدايتها صعبه قوي؟ لان احنا بنطلع من الحياه النظريه للحياه العمليه. تفوجئي باول العمل كمحامي المرتب قليل جدا 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 جدا، يعني انا اتذكر ان كان مرتبي وانا محامي تحت التمرين في يعني نقدر نقول سنه 91 مثلا 20 جنيه. يا نهاري، في الشهر؟ في الشهر. اصل 91 ده مش بعيد قوي يعني، لا طبعا، ده رقم قليل قوي. 31 سنه ف 20 جنيه وبقى 50 جنيه وبقى 70 جنيه. ولكن انا تملي اشكر استاذي اللي اشتغلت معاه واللي علمني، ما بخلش عني ابدا. ولكن انا تملي بقول اني هم علموني المهنه. علموني ان انا اشتغل محامي او امتهن مهنه المحاماه. ينفع اسال يعني اقول انه لازم في بدايه حياتنا نفهم انه التدريب والخبره ليها ثمن؟ طبعا مش طبعاً. لازم الثمن اللي باخده كمرتب بس. طبعا انا بنادي المحامين الكبار يعني بحبحوها شويه، نعلم الاولاد وفي نفس الوقت نعطيهم امل في بكره في المرتب. يعني على الاقل المحامي تحت التمرين ياخد الحد الادنى للمرتب مثلا نقول 3000 جنيه اكتر، 4000 جنيه، 5000 جنيه، ما يقلش ابدا عن كده. ليه؟ لان حتى الشركات الكبيره لما بتيجي تطلب محامي بتقول خبره 5 سنوات. طب خبره 5 سنوات ده يجيبها منين؟ اجيبها منين؟ هل اقعد ادرس وبعد الدراسة أقعد 5 سنين أخد مرتب متدني؟ صعب قوي يعني. ويمكن عشان كده في ناس كتير بتهرب من الشغلانة في أول 5 سنين. بيهربوا لأن هم ما بياخدوش المقابل العادل، ياخد خبرة وياخد أجر عادل زي ما حضرتك قلت. المرتب العادل. أول 5 سنين في حياة حضرتك كانوا الأصعب ولا الأمتع؟
لا بالنسبة لي الأمتع. بجد؟ آه طبعا. مش دلوقتي في الشهرة والنجاحات. بالعكس أنت كل ما حضرتك مش عايزة أقول تكبري يعني خطوة لأمام بتخافي جدا. بيبقى في خوف. تبقى الخطوات محسوبة طبعا أكتر وبطيئة أكتر. زمان وأنا صغير لما كنت أخسر ما حدش حاسس بحاجة. لكن دلوقتي أي حاجة حتى في العلاقة الاجتماعية النهاردة بتخافي تقعدي في يعني بتقعدي في مكان عام مثلا في مكان عام تمام يعني بتقعدي 10 دقايق ربع ساعة وبتمشي. المحاماة مهنة تورث. حضرتك تورث اتمنيت حد من ولادك يبقى بيشتغل في المحاماة؟ أنا ابني في أولى حقوق يعني اتمنيت وحققت. اه طبعا. لان انا برضو لما نيجي نتكلم انا اتعلمت برضو من اخويا الله يرحمه. انا شفته محامي وشفته محامي مجتهد جدا وكان بيذاكر القضايا بتاعته باستمرار. اخو حضرتك كان من الشخصيات المؤثره في حياتك قوي جدا. هو مثل الاعلى. هو كان بالنسبه لي يعني واخده مثل اعلى لمهنتي. طب ايه اللي كملته من مسيرته؟ ايه الاهم ثلاث مبادئ لو ينفع تقول لنا ثلاث مبادئ الاخلاق؟ اول حاجه الاخلاص. المحافظه على القيم والمبادئ. المذاكره. البحث المستمر. اوعى تكسل. المهنتين اللي دائما فيهم مذاكره واللي فيهم تعلم باستمرار الطب والمحاماة أو دراسة القانون. طبعا. لما سألت حضرتك عن المبادئ قلت لي ثلاث حاجات أولها الأخلاق. طبعا. أمال ليه المهنة دي سمعتها إنها مهنة التلاعب بكل شيء؟ مهنة المحاماة دي من أرقى. طبعا. وأعظم. كفاية إنك ترد الحق المظلوم يعني. وأمتع. دي مهنة رد الحقوق. إزاي بيتقال عليها كده؟ ما أنا بسألك. ما أنا بقول لك إزاي؟ أنا مستغربها. أنا مستغرب. مش بسبب بعض الممارسات اللي شوهت سمعة في كل مهنة فيها الصالح وفيها الغير. بيقولوا كده ان مهنة المحاماة هي المهنة اللي دايما صاحبها عينه على مستقبل سياسي. فكرت حضرتك في الحكاية دي؟ فكرت طبعا. وتحب ده وتشوف انه ده ليه زمان؟ انا دلوقتي بقيت مشغول بحاجة واحدة القانون فقط. يعني أنا بقيت مهتم جدا بالقانون. الكلام ده أنا آخر مرة دخلت انتخابات دخلت 2010. بعد 2010 ما فكرتش أبدا أنزل انتخابات تاني. مش معناها أن أنا مش عايز أمتهن السياسة أو لا، أنا تفرغت بقى للي بس دخلت في الصعب جدا. أنا نشجعك بقى في اللي جاي. طبعا طبعا طبعا. في حاجة بقى دايما تثير فضول الناس، هي المحاماة اللي بجد اللي في الحياة العملية زي اللي بنشوفها في الأفلام، مرافعات كده كبيرة ورنانة، ولا الموضوع في الواقع؟ عايز أقول لك على حاجة بقى بالمناسبة. لما نيجي نتكلم على مرافعات الأساتذة، الأستاذ أحمد زكي الله يرحمه عمل مرافعات. أيوة، المرافعات المشهورة في السينما طبعا في ضد الحكومة مثلا. والأستاذ أحمد عز عمل دور المحامي برضو وعمل مرافعة هايلة. ما طبعا غش منك. الأستاذ خالد النبوي برضو مرافعة كانت هايلة. فلما نيجي نقول مرافعة الفنانين دول، الناس دي ذاكرت قوي يعني واقعية. طبعا مش طبعا. مبالغة؟ لا 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 مش مبالغة خالص. المرافعة لما تيجي تشوفوا أحمد زكي في مرافعته يعني تحس يعني بازدحام المحاكم دلوقتي وبالقضايا الكتير، عندكم وقت تترفعوا؟ طبعا. انا ليه بسال استاذ اشرف وبتك على السؤال ده؟ دور كده على النت هتلاقي مرافعات اشرف عبد العزيز اعلى مشاهده. انا اتفرج عليه في حاجات كتير. وده ياخدني بقى اني اسال حضرتك على شق مهم جدا في مسيرتك المهنيه، هو انك محامي لمشاهير كتير جدا. الموضوع ده قد ما هو جميل صعب جدا. صعب. اصعب حاجه انك تبقي محاميه فنان او مشهور. ليه؟ لانك اي غلطه يعني تتعمل او يحصل بتبقى في اعلاميه موجوده. وبالعكس اي نجاح
بجون بجون طبعا. والغلطه بفوره. اه طبعا اه ايوه وجهه نظرك صح. يعني لما تيجي تتكلمي على قضيه كسبناها طبعا بتبقى يعني في الاعلام صدى كبير، ولكن الخساره اللي انا بخاف منها طبعا والحمد لله ما حصلتش في بالنسبه للفنانين دي نقدر نقول ان هي صداها الغلطه الصغيره صداها وحش جدا. غريبه قوي ان حضرتك بتقول لي ما حصلتش. اه ما حصلتش الحمد لله يعني في قطاع كبير من الناس، لكن هو المحامي ما بيخسرش قضايا مين قال؟ طب ما ازاي؟ ما تفهمنا بقى ازاي؟ زي ما في مكسب زي ما في خساره. ولكن انا عايز اقول لحياتك على حاجه. الفشل بيبقى وقتي وتبداي تبص تاني في الورق وتدرسي تاني في الورق وتشتغلي تاني من جديد. عندك بقى استئناف وعندك نقد، فالكلام ده كله الفشل ما توقفيش عليه. أو يعني وارد يعني المحامي يغلط. طب لا مش يغلط، يخسر لكن يغلط دي يعني ما مش بيبقى خسر عشان غلط ولا لا مش ولا ملابسات القضيه مش تفاصيل. هو بذل قصارى جهده ولم ياتي بنتيجه خلاص. بعض المحامين يعتقدوا انه الاتعاب الكبيره هي اللي بتقول ان انا محامي كبير. لا ايه رايك في الموضوع؟ لا شوفي يعني في محامين كتير جدا اتعبهم قليل او معقوله، مش عايزين تبقى قليله عايزين تبقى معقوله. اصل مش شرط النجاح يبقى اتعاب كبيره. مش شرط ان هو يبقى محامي كبير قوي يبقى اتعابه كبيره قوي. لا مش شرط. دي علاقه بين الموكل والمحامي. علاقه فرديه يرتضوها هم يرتضوها مع بعض. مفيش حاجه اسمها اتعاب كبيره ومفيش حاجه اسمها اتعاب قليله. هو بيبقى فيه رضا بين المحامي والموكل على الاتفاق على اتعاب معينه فقط. بس كده ماشي. طب بتنصح المحامي الصغير انه يهاود شويه عشان يعمل اسم؟ لا انا بنصح المحامي الصغير انه هو يقرا ويذاكر ويجتهد. ده الاهم. الفلوس مش كل حاجه، مش كل حاجه الفلوس. المهم تكون انت عارف بتعمل ايه. المذاكره بتجيب فلوس طبعا، لازم نطمنهم انها تيجي فلوس. طبعا المذاكره بتجيب الفلوس والفلوس يعني الستر. اهم حاجه الستر بتاع ربنا. استاذ اشرف معرفش ليه مش قادره اخلي السؤال ده يمشي من ذهني، هو انه في بعض من الشهره مش لطيف. حضرتك مشهور زي ما اتفقنا، مش قوي. طيب مش بس احنا شايفينك كده، لكن الشهرة بتفرض على حضرتك انك احيانا تتصرف بالطريقة اللي ترضي الناس. أيوة. وعندي مثل واضح جدا عمال يجي في ذهني وحضرتك بتتكلم، انه لو خدت قضية والقضية دي ما فيش معاها تعاطف شعب، حد الناس كرهاك وجالك، مشاعرك بتروح فين؟ بتقول انا همشي مع رأي الناس ولا بتفكر فيها ازاي؟ انا يعني ما كنتش حابب اتكلم في الموضوع ده ولكن هتكلم فيه. انا من قريب قوي من حوالي شهرين كانت عندي قضيه. القضيه دي دخلت على السوشيال ميديا في الاول. قلت لا 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 ابعد اهرب. كان موكلك بيتشتم اهرب تماما. فالناس قالوا لي طب ممكن تقرا القضيه؟ فقلت خلاص اقرا. قريت القضيه فلقيت الورق بيصرخ ببراءه الراجل. وناس صحابي كتير قوي اشرف مفيش داعي ما تدخلش نفسك فهنا بقى ضميري ما ينفعش. وخدت القضيه ضد تيار الراي العام تماما. ويمكن المرافعة حققت مشاهدة 20 مليون. انا لسه بقول معرفش ان المرافعات اعلى مشاهدة. ولكن النهاردة تعالي شوفي ردود افعال الناس. الناس بدأت تفهم الحقيقة وبدأت يعني الاول كان كلنا بنشتم. دي واحدة من عيوب مجتمعنا اننا بننصب نفسنا احنا القاضي. شوفي حضرتك انا عمري ما قست قضية بالسوشيال ميديا. أنا باخد القضية بضميري بوجداني، لكن مش معناها هي السوشيال ميديا بصت على ورق. هي السوشيال ميديا تعرف الموضوع تعرفش حاجة. ففي الحالة دي ضمير المحامي طبعا هو الحكم. طبعا ضميري
هو اللي بيحدد القضية أخدها ولا لا، ضميري ووجداني. عايز أسأل حضرتك على أو أقول لحضرتك شوية كلمات وحضرتك قول لي وقعها عند حضرتك في جملة مختصرة جدا ويعني تصيب الهدف إن شاء الله، ممكن؟ تحت أمرك. تعريف حضرتك للنجاح؟ أتمناه باستمرار. هل أدمنته؟ مش قوي كده أصلا. مش قوي يعني، ما النجاح بنتمناه لكن لو فشلنا يعني بنحاول ان احنا نشتغل تاني على نفسنا. وتعريف الفشل، يلا خلينا نقول تعريف الفشل. الفشل زي ما قلت لحضرتك كده ما اعرفوش، ولكن بيجي بس ما نقدرش نقف عليه بسنين، هو ثواني ونبدا نفكر هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ الخذلان زي ما بيسموه. لا لا، ما اعرفش اعرفه بالطريقه اللي ما فيش حاجه اسمها كده يعني. ما اختبرتوش يعني؟ حسيت انه في حد خذلك كنت حاطط فيه ثقه كبيره وخذلك؟ طبعا بيحدث ولكن بهرب يعني، خلاص ما بقفش جنبه. واضح انه شخصيه حضرتك بتتجاوز الحاجات السلبيه. هو بص حضرتك، اهم ميزه عند المحامي دايما القوه، الذكاء، ده أهم. فالنهاردة هيحصل خزلان، هيحصل فشل، هيحصل إحباط، أقعد جنبه؟ لا طبعا، سيبه وكمل شغلي وكمل مذاكرتي وكمل أبحاثي وأفضل واستمر. حلو. لكن أفضل جنب جنب الحاجة دي؟ لا لا طبعا. القانون، قواعد الحياة، العلاقات. شوفي العلاقات مهمة جدا جدا، ولكن لو علاقة تجارية ارجعي للمحامي على طول. أما لو علاقات شخصية لازم يكون فيها حدود. ما تبقاش العلاقة ليه؟ هيحصل بقى الفشل وهيحصل الإحباط وهيحصل ليه حياتك بتسعيني فيه. فالعلاقة لازم. ده انت تنفع مذيع يا أستاذ أشرف، انت بترجع للأسئلة. يلا يلا. العيلة، أقدر أقول مراتي وولادي والبيت الكبير اللي هو أخويا وأختي وابن عمي وابن خالي. حلو. العيلة، العيلة الكبيرة. حلو. ولكن طبعاً أنا قلت حياتك أنا صعيدي، فهم فمفهوم العيلة قوي. مفهوم العيلة طبعاً كبير. الانضباط، عشان دي كلها حاجات للناس اللي لسه بتبتدي. مهم جداً. حلو قوي السؤال ده. الانضباط، عندك جلسة برضو، أنا بقول الكلام ده للمحامين الشباب. عندك جلسة، نام بدري واصحى بدري، تروح للمحكمة قبل الساعة 8 الصبح. تبقى موجود بدري، ما تضمنش الطريق، ما تضمنش الزحمة، ما تضمنش حاجة. الانضباط، أذاكر كويس، أشتغل كويس، أنام كويس. ده المهم. يصنع نجاح. يصنع النجاح، هو النجاح كله. الالتزام هو النجاح كله. أهم حاجة الالتزام. شكرا يا أستاذ أشرف. عفوا فندم. شكرا جدا، نورتنا وشرفتنا، وبشكرك لأنك واحد من الناس اللي بتعمل حقيقي شغل عالي. الحمد لله رب العالمين. شكرا. الحمد لله. ولأنه حلقة النهاردة بتتكلم عن المحامي، والمحامي ده أستاذ الكلام، مش هنعرف نغلبه، بس برضو عرفنا نجيب من قلب مهنة المحاماة أشهر 10 كذبات المحامين ممكن يكونوا بيكذبوها عليك، أو بعضهم بيخبي عليك شوية حاجات. الكذبة الأولى، لو قالك إنه دي مجرد إجراءات بسيطة، تعرف على طول إن القضية دي ممكن تاخد سنتين على الأقل. لو قالك إن القانون بيقول كذا، مادة كذا في سنة كذا قالت كذا، وابتدى يقولك حاجات كتير كلها أرقام جوا بعض وكلام أنت مش فاهم، اعرف بس ان هو عايز يعلم عليك ويبين لك ان انت مش فاهم حاجه في القانون وان انت جيت للشخص المناسب. الكذبه الثالثه، ما تصدقش المحامي لو قال لك ان هو متفرغ لقضيتك وان هي دي قضيته هو شخصيا، لانه اكيد يعني اكيد انها كلها مجاملات لذيذه لزوم الشغل وان انت يعني اكيد مش كل حياته. الكذبه الرابعه، ما تصدقش المحامي لو قال لك انه سريع. تخيل كده إن واحد بيتعامل مع عقود مدتها سنوات وقضايا بتقعد في المحاكم لحد ما يمكن الورثة يكسبوها، هيتعلم السرعة منين؟
الكبدة الخامسة، ما تصدقوش انه دخل كلية حقوق وهو نفسه كان يدخل كلية حقوق الا لو اتأكدت ان في حد من عيلته في كلية حقوق. لو عيلة حقوقية يبقى صح، لكن اي حد تاني فينا بيدخل حقوق عشان بس ما يدخلش تجارة، يعني على سبيل التغيير مش اكتر. الكذبة السادسة، لو متجوزة محامي ما تصدقيش ابدا قراره الا بعد ما يأكد لك عليه 3 مرات، ولو اوحتي وقلتي له انت اللي قلت كذا هيعمل معارضة. الكذبة السابعة، ما تصدقش ان انت ممكن تغلب محامي لا في الكلام ولا في الاثباتات، هو حريف اثباتات والحركه في وسط الثغرات، فالمحامي هيكسبك في الحته دي. في حاجه مش كلنا نعرفها، بس محامين بيحبوا السياسه قوي، فما تصدقش المحامي لو قال لك انه ملوش في السياسه. محامي بيحب السياسه والسياسه بتحب المحامين، وهذا ما وجدنا عليه الحياه. الكذبه التاسعه، في ناس كتير مننا ابتدت تفكر في كلية حقوق بعد ما شافت انه في العالم كله قد ايه مكانتها كبيرة، فبس ما تخليش احلامك وطموحاتك انه كلية الحقوق زي ما بنشوفها في الافلام. الكذبة العاشرة والاخيرة، وعشان بس نوضح، لو قالك ان الاستشارة القانونية ببلاش ما تصدقش، هو مش فاتح مكتب خدمات اجتماعية، ده مكتب محاماة، يعني الاستشارة بفلوس. على كل حال دي برضو نص الحقيقة، لسه النص التاني، كل مهنة وفيها تحديات كتير ما كناش نعرف عنها حاجة. شغل عالي شغل عالي. وزي ما كل شغلانة فيها حاجات تبان إنها كدبات وإنها بتستخبى علينا وما كناش نعرف أصلها، في كمان تحديات ما كناش نعرف إنها موجودة، وإحنا دايماً شايفين الجزء اللطيف في كل مهنة. مهنة المحامي بقى فيها تحديات كتير، أولها مثلاً حاجة إنسانية جداً، إحساسك طول الوقت إن في مصير بني أدمين مرتبط بجودة شغلك، أنت متخيل؟ دايما احس كده ان في مهن اللي حياه الناس التانيه مرتبطه بيهم دي صعبه جدا، ومن اولها ومن اهمهم مهنه المحامي. التحدي التاني انك طول الوقت بتتعرض لضغوط كتير من نفسك، لو انت حاسس بتانيب الضمير او بالقلق او اي حاجه، ومن اللي حواليك، وطبعا من موكلك. التحدي التالت برضه يخص موكلك، انك تحاول تحسسه بالامان وان كل الامور بخير وانه لسه البراءه ممكنه، ده رغم ان الظروف ممكن تبقى عكس كده. التحدي الرابع، انك او اي محامي يعني بيتعامل مع قضيه ممكن يدخل القضيه دي محامي سليم ويخرج منها مصاب بامراض عديده، ومن اهمها الضغط والامراض العصبيه لانه طول الوقت تحت ضغط زي ما اتفقنا. التحدي الخامس هي دايره معارفك. كنا بنقول احيانا ان في شغلانات اجمل ما فيها دايره العلاقات، المحامي بقى دايره معارفه عباره عن موكلين ومتهمين ونيابة ومحاكم، وهي دايرة كلها كده متحوطة بحكايات إحنا عارفين أولها من آخرها. التحدي السادس، طبعاً طبعاً تأنيب الضمير لو خسرت قضية، لو كان موكلك مظلوم وإنت معرفتش تثبت إنه بريء، تأنيب الضمير زي بالضبط الإحساس بالمسؤولية بس أصعب كمان. التحدي السابع، رغبتك الطبيعية والمستمرة في إنك تطلع وتكبر وتتشاف وتتعرف زي المحامين الكبار يعني، لكن مشوار الصعود في مهنة المحاماة صعب جداً. التحدي الثامن، مطلوب من المحامي شوية مقاومات كتيرة من أول المكتب الشيك لحد المظهر الجميل جداً والمتظبط طول الوقت، وفي نفس الوقت تصرف كمان على حياتك والتزاماتك وإنت محامي لسه بتبتدي. التحدي التاسع، دايماً بتحاول تقنع ولادك إنك محامي زي اللي بيطلعوا في التلفزيون دول، مع إنهم شايفين إن الواقع مش كده قوي. التحدي العاشر، إنه في وسط ما أصحابك بيدوروا على شقة عشان يتجوزوا ويستقروا، أنت بتدور برضو على شقة بس عشان تعملها مكتب. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. هالة طارق رياض، الشريك المؤسس لشركة حقوق للتقنية القانونية. مي عبد الباري، مهندسة كمبيوتر ومطورة برمجيات والشريك المؤسس لشركة حقوق للتقنية القانونية، عمل على إطلاق منصة حقوق لتسهيل العمليات القانونية للشركات الناشئة. شاركت منصة حقوق في مشروع رقمنة القضاء مع وزارة العدل في مشروع التقاضي الإلكتروني.
اهلا استاذه مي واستاذه هاله. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. والاستاذه دي بتقلل محامين، بس احنا معانا محاميه ومبرمجه، صح كده؟ صح. المفروض اقول لك باشمهندس؟ مش مهم. لا مش مهم، مش عايزين تواضع من اول. مي وهاله عملوا شركه حقوقي، ولاننا النهارده بنتكلم عن المحاماه فمستقبل المحاماه واضح كده ان في ناس ابتدت وخلاص من دلوقتي، فعشان كده عايزاكم تحكوا لي الحكايه. هبدا مع هاله، ممكن فضلك قولي لنا الفكره جت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ بتعملوا ايه في حقوقي؟ بصي حضرتك، انا من عيله قانونيين، جدتي وجدي وجدي التاني وبابايا كلهم محامين، وكانوا دايما زرعوا فيا فكره ان القانون فعلا ممكن يبني او يدمر حياتك. فانا ما فهمتش ده فعلا غير لما انا كنت عايشه في انجلترا، كان الراجل صاحب الشقه كان بيحاول يطردني منها عشان كان عنصري، قال بقى بنته مصريه فمش هتعرف طبعا تاخد حقها. ويعني انا ما فهمتش اهميه القانون غير لما كنت فعلا هبقى شخصيه بلا مأوى، يعني فعلا لهذه الدرجه. فمن الموقف ده انا اول حاجه عملتها دخلت سالت على القانون البلد دي بيقول ايه بالظبط على جوجل، وفي ثانيه بعت له ايميل قال لي اوكي انت عندك 3 شهور كمان ممكن تقعدي فيهم في الشقه. فانا سنتي كلها اتحولت، انا كنت هرجع مصر طبعا، يعني الوضع كله اتحول. ومن ده فهمت، يعني انا حتى كلمت اهلي اليوم اللي بعده وقلت لهم ده لو كان في مصر كان انا اي بس مشكله. بس انت استني، بس انت من عيله قانونيه ما اتصلتيش بيهم على طول ليه؟ لا عشان يعني القوانين بتتغير كمان من بلد لا لبلد. بس بالظبط عشان القوانين بتتغير من بلد لبلد، ده غير انه استقلاليه بقى. شاطره بقى وعامله كده. بس كنت كلمتهم اليوم اللي بعده قالوا لي احنا في مصر كنا هنكلم 10 افراد مختلفين ونحاول نعمل كذا وكذا وكذا عشان نحل حاجه انا خدت مني ثانيه بجوجل. بذكر العيله القانونيه، انت عندك حد يعني اسم مميز كده في العيله؟ جدتي الله يرحمها دكتوره ساميه راشد، هي كانت استاذه ورئيس قسم القانون الدولي خاص بجامعه القاهره. بس هي كانت من اول النساء في مصر اللي فتحت مكتبها الخاص. انا حتى انا مش عارفه اعبر عن قد ايه هي اثرت فيا. لا احنا عايزين نحييها بس عشان انت جبت لنا سيرتها. انا هجيلك يا باشمهندسه مي، لانه اللي بتقوله هلا ليه دعوه بالاحتياج الحقيقي للوعي القانوني، وده صدقوني احنا بقى لنا سنين بنتكلم عنه. لكن تاني، ايه اللي البلاتفورم بيقدمه او ايه اللي شركتكم بتقدمه يقول لنا انه الوعي القانوني يبقى at hand او في ايدينا او متاح لكل الناس؟ خلينا نبتدي من الفكره بتاعت هلا. هي كانت عندها احتياج لمعلومه قانونيه. حلو. عملت ايه؟ دورت عليها، كان في مكان قدرت تدور فيه وقدرت تحصل على المعلومه. هو جوجل وداها على بلاتفورم شبه بتاعتنا او في بس فيها القوانين. عشان قدرت تعرفها. طب هنا احنا عندنا كده؟ لا انا لو دورت على القوانين هلاقي قوانين، هتلاقي مقالات بتتكلم على اجزاء من القانون. بتنسى اللائحه التنفيذيه، بتنسى الخطوات، بتنسى ان في ظروف كتيره تغير النص المادي، مش النص. في المتوسط عشان تاخدي معلومه قانونيه لازم تكلمي مع 4 محامين، وكل واحد هو هيسمعك بس في حته هتقع في النص، فهينسى يقول لك الشرط اللي اتحط اثر على كذا على كذا. فممكن تكلمي مع 4 محامين كل واحد يديكي راي. احنا بيجينا ناس تقول لك انا عشت قعد اتكلمت مع 10 محامين كل واحد ادانا راي. طيب احنا عملنا ايه؟ الاراء دي كلها مكونه الراي ده بناء عليه على المعلومات اللي جات له. هي القصه قصه معلومات، المعلومات دي لو ترتبت كلها ولو انا خليتك انت كشخص ما فيش معلومه عندك انا ما اعرفهاش كمحامي او كبلاتفورم بتساعدك، يبقى بالتالي انا النصيحه القانونيه الاخيره اللي هديها لك هي شملت كل الظروف بكل حتى لو حاجه صغير. يعني ممكن يجي حد يقول لك انا عايز افتح شركه، فانت طب ايش عارفه لهجته عاديه مصري او ما تعرفيش ان ليه شريك مش مصري، يقول لك انا وشريكي وعايزين نفتح شركه مقاولات. هنساله طب انتوا كام واحد؟ طب راسكم ماله كام؟ هتشتغلوا في المقاصات حجمها ايه؟ يعني كل اسئله، سؤال صغير كده اتنسى، معلومه مخفيه ممكن تغير مسار الموضوع. غيرت في الرسوم، غيرت في شكل التصاريح، غيرت في الاستعلام الامني، غيرت في حاجات كتيره، معلومه صغيره صعب قوي. فاهمه القانون جدا برضه؟ جدا طبعا. خلاص بقى العشره مش طبعا خلاص. هي جت الفكره، يعني انا وهلا كنا بنتكلم، انا اشتغلت في المحاكم في ما كانت البرامج بتاعه المحاكم، اشتغلت محاكم مجلس الدوله ومحاكم ابتدائي والاقتصادي والاسره والجنائي وكله. وده بقى من احلى الاخبار، يعني اللي ما يعرفش يعرف،
يا جماعه احنا المحاكم بتاعتنا هتبقى مبينه حقيقي، هتبقى بتستخدم التكنولوجي وكده. من 2006 احنا شايفين في المكنه، خدت مراحل طويله جدا وبس يعني النهارده احنا بنجني سمار بقى ال 16 سنه اللي فاتوا. انتوا منظمه حقوقي، انتوا جزء كمان من مبادرات تطوير كمان في الدوله، في وزاره العدل. هلا ممكن اتكلم؟ بصي حضرتك، وزاره العدل عامله زي نوع من انواع ممكن اسميه ايه، التاسك فورس، التعاون يعني. تعاون، ممكن بتعاون ما بين يعني كم شركه قانونيه على كم مكتب محاماه، بيعملوا ايه، بياخدوا كل المعلومات بتاعه المنظمات والشركات دي والمكاتب دي عشان يعملوا ايه، عشان يعملوا تطور رقمي كامل للتحول الرقمي، اللي هو تحول كل رقمي كامل الدوله بالظبط لوزاره العدل. وده فعلا الدوله ماشيه فيه بطريقه يعني بطريقه كويسه جدا، واحنا نفتخر ان احنا نكون احد الشركات اللي في التاسك فورس ده. طيب ايه بقى اللي تقدمتوا بيه وبالتالي تعاملت معاكم وزاره العدل؟ ما هي دي برده مش خطوه سهله، احنا جايبينكم نفتخر بيكم النهارده، فايه اللي تقدمتوا بيه؟ ما احنا رؤيه مختلفه، احنا باصين على القانون من ناحيه ان احنا عندنا ليجل ارم جوه الشركه هي هاله، وفي نفس الوقت احنا شايفين القانون دوت لو قدرنا ندخل ادوات عليه نقدر نستخدمه بطريقه اسهل واحسن. يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنقترحها في الورك شوبس اللي احنا بنحضرها مع وزاره العدل، يبقى عندنا حاجه اسمها ديجيتال ايدنتيتي. يعني ايه؟ انا رحت ديجيتال ايدنتيتي او هويه رقميه لكل مواطن. انا رحت بنفسي، انا عشان تعملي مثلا توكيل في شهر العقار، وده اول حاجه عشان تبيعي، عشان تشتري، علشان تطلعي تعملي ترفعي قضيه، كل الحاجات عشان تسجلي شركه بتعملي ايه بالتوكيل؟ بتروحي ببطاقتك بشخصك لمكتب شهر عقاري قصاد موظف شهر عقاري، وتقرري بنود التوكيل وتقولي ان انت عايزه تعملي، فهو شايفك وشايف عارف ان انت الشخص، مش حد انتحل صفاتك، فهو شايف الصوره، الموظف هو اللي بيتاكد من هويتك، وبعدين بيعمل لك الاجراء. طيب لو جينا حبينا نقول ان الوقت ده طويل، اي حد بيروح شهر عقاري عارف قد ايه بيقعد يستنى، فاللي حصل ايه بقى؟ ان احنا فكرنا في طريقه نساعد بيها الموضوع، فقلنا طب انا ليه ما اقدمش ده اونلاين؟ رد عليا بقى قانونا ان ده ما ينفعش اقدم اونلاين، علشان لازم يكون الشخص موجود وانا متاكد ان هو، ما حدش مثلا بينتحل صفته. طب انا اتاكد ان هو ازاي؟ ده بقى الاقتراح اللي احنا بنقترحه. طب ما هي ممكن لما يجي لك مره في حياته راح الشهر العقاري اداك بطاقته وانت شفته وتاكدت من شخصه، هتطلب منه ايميل او تليفون او الاثنين، وهتبعت له كود، وهتربط ده بده اللي تبعت الشخص وهو قاعد قدامك فده الجزء اللي احنا بنحاول نعرضه على المشرعين، عشان لو في حاجه في التشريع تمنع ده، في التشريع في بعض البنود تمنع ده، اللي هو لازم يكون عاقل مثلا رشيد، فلو ممكن يكون انت اول متاكد بس يمكن حد مسيطر على حاجتك فانت مش عاقل، طب ايه اللي نحله؟ فده اللي احنا بنحاول نعمله، بنحاول نشوف ايه المشاكل القانونيه ونحلها، حلولها تكنولوجيا سهله، والداتا كمان بقى هي دي الاساس، ده لعبنا. الطلاق والجواز اكتر حاجه ممكن الاسره اكتر حاجه ممكن ينفع بيتسال اسئله، مثلا بيتسال اسئله معينه لكل حد عايز يتطلق، والاسئله دي اجاباتها بتخليني مثلا اتطلق، مثلا ارفع قضيه طلاق، او مثلا ارفع قضيه خلع، او كذا كذا، حسب انا ايه اللي انا عايز اعمله. فكل ده ممكن عادي جدا اجاوبه بالظبط، ممكن عادي جدا الكمبيوتر الاي اي سيستم يعمله. هل عشان اطبق الحلول العظيمه اللي انتوا بتقولوها دي محتاجه كمان ان المحاكم كلها تبقى خلاص بقت مميكنه وعندها كل بياناتي وعندها كل معلوماتي؟ لو المحكمه بتستعلم عن املاك حد، هل محتاجه الناحيه الثانيه كمان تبقى جاهزه، ولا انا ممكن اروح لهم نص السكه بس؟ احنا ممكن نعمل ده ونعمل ده. لفكره ان نعمل ميكنه لدوره عمل كامله، مش معناها ان احنا من اول يوم لازم تبقى كامله، معناها ان احنا ممكن نعمل جزء ونفضل نشتغل بايدينا جزء ونكمل الباقي وبعدين نبدل. صدقوني انا قعدت اتخيل دلوقتي وانتوا بتتكلموا انه ممكن الناس بقى لو ابتدت تعمل اجراءات ديجيتال عشان الطلاق وما يقابلوش بعض شويه فتهدوا شويه، يمكن يرجعوا في كلامهم. الهدف برضو ان احنا نسهل على المحامي برضو الشغل، وده كان سؤالي ليكي. ما انا كده حاسه انه فعلا زي ما بابكي قال، المحامي مش موجود، ما انا ممكن الويب سايت يحل لي ثلاث ارباع احتياجاتي الاوليه، المشاوير بتاعه المحامي اللي كان بيعملها بالنيابه عني، كل ده بيعمله
بتعملوه؟ لا، هو بيحل جزء من الوقت اللي بياخده المحامي علشان يعرف احتياجك الحقيقي. بالظبط. اللي هو وقت مثلا احنا بنقدره بان هو حوالي من تلتين لتلات ارباع الوقت اللي كان بياخده المحامي عشان يفهم المشكله القانونيه فين والحل ايه. ولا يودين، يعني انا لو محامي استخدم البلاتفورم بتاعك؟ المحامي ممكن يستخدم البلاتفورم علشان يبقى مصدر لانه يبتدي قضايا. بالظبط. بدل ما ابتديها من الصفر وافضل قاعد مع العميل او اقابله او اشوفه او يكلمني بالتليفون عدد من المرات الطويله، العميل هيدخل بالظبط على البلاتفورم، هيمشي على الخطوات ويضاد السؤال ويدي له سؤال مختلف وسؤال، يعني مثلا على حسب الاجابه بيبقى السؤال اللي جاي مربوط بالاجابه اللي قبلها، وهكذا نفضل نمشي على شجره القرارات دي لغايه لما نوصل فعلا هو خلاص احنا قدرنا نجمع للمحامي اكتر معلومات اللي هي ممكن ما يبقاش محتاج يسال العميل تاني بعدها او هيساله سؤال صغير قوي. حتى المعلومات الجديده مثلا طلع قرار جديد، قانون جديد مثلا النهارده، من الاول النهارده التغيير حصل، فالمحامي عشان يتاكد هيفتح مثلا بلاتفورم يشوف. بس اهم من كده هو الموكل بدل لما يضطر يكلم مثلا 10 محامين مختلفين يسمعوه لمده 5 دقائق ويديه وكل حد منهم يكون عنده استشاره، هيكون عنده بلاتفورم واحد يقدر ان هو يعرف ايه، يعني يعرف يكون عنده استشاره هو يقدر يثق بيها. ده طبعا مش معناه ان المحامي الناس اللي عندها خبره 20 30 40 سنه اكيد طبعا هيكون عندهم دور كبير قوي في ان هم يخلصوا الصنعه. بالظبط. يعني احنا خدنا المعلومه بالزبط. وعرفنا الاستشاره القانونيه، بس تبقى الصنعه وبقيه الاجراءات. ما انا عشان كده انا بس احنا بنخلص الاجراء احنا كمان؟ كشركه بس احنا مش بنخلص الاجراء بالتكنولوجي، احنا بنخلصها بوجود محامي. التكنولوجي ساعدته انها تفضى تلات ارباع وقته. بالظبط. بس هو بقى ان ده مستقبل كل الوظائف. يعني ده حقيقي. انه احنا ندي حتى الدكاتره مدرسين كل حاجه، كل الوظائف فعلا اللي اتقابلنا فيها مع حلول تكنولوجيه زيكم كده لقينا انه وفر لي وقتي، فخليني ابقى بنجز افضل، وده اعتقد انه افضل اسرع. تبقى جوده المنتج اللي انا بطلعه نفسه انا كمان بطلعه وانا قادر اديه الوقت اكتر ما كنت مستعجل، يعني مش بسمعك في التليفون عشان عندي مثلا 20 حد مستنيني اكلمه النهارده بعد ما اخلص المحكمه وانا في المكتب، فبسمع الناس وانا مستعجل بحاول اطلع معلومات بسرعه. لا، انا بقى عندي وقت اكتر. حلوة. ان انا اشوف اقرا الملف كامل، اتخيل كل الحلول الممكنه عشان لما اقترحها على العميل يبقى انا شفت الموكل بتاعي، فانا ابقى شفت اديت وقت اكتر ان انا اشوفها. انا بشكركم شكرا جزيلا عشان انتوا عاملين حقيقي شغل عالي وشرفتونا. استاذه مي، استاذه هاله، نورتوني النهارده. شكرا. شغل عالي شغل عالي شغل عالي شغل عالي. ولانه لا خاب من استشار، فاحنا النهارده سالنا واستشرنا وطلبنا ان يكون لينا حد كبير نعرفه، وقابلنا ناس طورت وغيرت في مهنه المحاماه، ناس بتعمل شغل عالي.